من خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، أطلق أسبوع فلسطين التكنولوجي إكسبوتيك للسنة 13 كرافد للخبرات العملية وجاذب استثماري لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا وأنظمة المعلومات نهاية الشهر الجاري. ما سيطرح حقيقة سوف يكون إما على المستوى المحلي وهذا مطلوب، أو على المستوى الدولي وهذا أيضا مطلوب، سوف يكون شيء قابل للتطبيق مباشرة وسوف يكون شيء في المستقبل. إذن نحن نطمح أن يكون هناك تفاوت في الأشياء المطروحة لتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ولا أتحدث عن تطوير القطاع بحد ذاته فقط، وإنما استخدام هذا القطاع كإنيبلر أو كمسهل وميسر لتطوير الأعمال في فلسطين بشكل عام. الأسبوع التكنولوجي هذا العام سيعزز أفكارا للشرائح الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد، سيما والاستفادة في مجالات الحكومة الإلكترونية والتعاملات التجارية عبر تطبيقات الهاتف المتسارعة والجيل الثالث الذي طال انتظاره. التركيز على مجموعة من القضايا بالإضافة لخدمات الجيل الثالث راح يكون فيها عن الانوفيشن، عن الإبداع، وعن آليات النجاح في ظل التنافس العالمي القوي. أيضا راح يتم تسليط الضوء على مجموعة من قصص النجاحات لمجموعة من الفلسطينيين الناجحين في الخارج، اللي راح يشاركوا ما هي أسرار نجاحهم سواء كان في فلسطين أو خارج فلسطين. هناك اهتمام في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين من عدة مهتمين في العالم، اللي نأمل أنه هن فعلا يستثمروا بقطاع التكنولوجيا المعلومات في فلسطين وتؤدي إلى نتائج باهظة، تؤدي إلى زيادة إنتاجية ومساهمة هذا القطاع في إجمالي الدخل القومي من 6-7% إلى أكثر من ذلك بكثير. المشاركون والمدعوون يطمحون لتعزيز إرساء قواعد المعرفة التكنولوجية والاستثمار التطبيقي لها، بل وتقديم حلول واستراتيجيات بناء للمستقبل في وقت بات العالم بأسره يعتمد كل الاعتماد على منظومة التكنولوجيا بكافة مدخلاتها ومخرجاتها. لتلفزيون الفجر الجديد، خالد بدير.